قام الجهاز الوطني للإيرادات بتنفيذ 160 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية في مختلف محافظات مملكة البحرين خلال شهر نوفمبر 2024. وأشار الجهاز إلى أن الرقابة الفعالة للأسواق أسهمت في الكشف عن بعض المنشآت المخالفة للقوانين المعمول بها فيما يخص القيمة المضافة، حيث تم رصد 33 مخالفة استوجبت فرض غرامات إدارية.